شيخ، هذا سائل يقول: ما الفرق بين ما كتب الله في اللوح المحفوظ وبين ما يقدر كل عام وما يقدر للجنين في الرحم؟ الكتابات متعددة، كتابة عامة وهذه في اللوح المحفوظ، كتابة على الجنين وعلى الناس في يومياً ما يجري عليهم في اليوم، هذا مأخوذ من اللوح المحفوظ من الكتاب العام. نعم.